إفطار المطرية الترند الأول على السوشيال ميديا المصرية. مائدة رحمن مفتوحة مكونة من 750 مائدة مرصوصة بطول يزيد عن 1000 متر، وعليها أشهى أنواع المأكولات الشعبية المجهزة مخصوص في البيوت والمحلات المجاورة بالمنطقة. في مشهد اتعودوا عليه الناس وألفوه لسنة أو للسنة العاشرة على التوالي، مو بس سكان حي المطرية، كمان الحدث لقى توافد كبير من جميع أنحاء مصر وعدد من الشخصيات العامة. وهالسنة الحضور كمان كان فيه من الوافدين من خارج مصر، من بينهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووزيرة الهجرة سهى جندي وعدد من علماء الأزهر الشريف. اللافت للنظر هو ظهور المعنى الحقيقي لمائدة الرحمن يلي بيأكل عليها الوزير جنب الفقير. إفطار المطارية تم تجهيزه على مدار شهرين، وأكثر شيء كان له صدى واسع على السوشيال ميديا هو هتاف آلاف الحاضرين في الإفطار باسم فلسطين. فيديوهات وصور الحدث انتشرت على السوشيال ميديا المصرية والعربية، وكثير الناس شاركوا آرائهم حول الموضوع، وهي جزء منها. مثلا عبد الله شارك مصر خير. في عنا مشاركة ثانية من إبراهيم يلي حكى قدامنا مباشرة هاشتاج رمضان في مصر حاجة تانية، إفطار المطرية في القاهرة فعالية رائعة تسودها روح التعاون وعنوانها المحبة.